أستاذ محمد العربي زيتون، ما الذي تغير في مناقشتنا قبل 5 سنوات لوضع الرئيس الصحي وإمكانية أهليته من الناحية الطبية ليتقدم لانتخابات الرئاسة عن الآن وها هو قد أنهى تقريبا عهدة كاملة؟ تحياتي لك والمشاهدين الكرام. الذي تغير هو أن الرئيس ازداد سوءا من الناحية الصحية، وأنه إذا كان في 2014 عندما ناقشنا ربما هذا الموضوع كان آنذاك مر عليه 2 سنين فقط لم يخطب في الشعب الجزائري، الآن تمر حوالي 7 سنوات. 8 مايو القادم يكون نتذكر آخر خطاب له في 8 مايو 2012. هو للتأكيد لم نسمع منه ولا كلمة خلال عودته الرابعة؟ ولا كلمة. القسم الدستوري اللي ذكرنا به الأخ جمال الدين لم يكمله، وكانت هناك داخل القاعة نوع من الارتباك، واضطر شقيق الرئيس أن يذهب بسرعة إلى الرئيس يسحب الأوراق، يتحرك القاضي الأول أو رئيس المحكمة العليا ويكمل القسم. هذه في حد ذاتها من ناحية الدستورية من ناحية القانونية تجعل ولايته باطلة ناحية الشكلية، يعني أنه لم يكمل القسم. نعم لم يكملها. الأمر الآخر أنه في هذه 5 سنوات التي مضت انهار الاقتصاد الذي لم يكن أصلا اقتصاد بالمعنى الكلاسيكي أو المنطقي، وإنما هو يعتمد على 98-99% من الاقتصاد من مداخل البترول. منذ كما تعرف منذ 2014 بدأ الانهيار في أسعار البترول، واليوم أسعار البترول تراوح ما بين 50 و60 دولار، بعد أن وصلت في مرحلة ما إلى 147 دولار. ما علاقة هذا تحديدا بوضع الرئيس الصحي؟ لأن هذا الإشكال الاقتصادي هي أزمة عالمية يتأثرت بها معظم دول العالم، فهل كان لوضع الرئيس الصحي انعكاس على إدارة البلاد اقتصاديا وسياسيا؟ نعم، الانعكاس يكمن في أنه زاد النهب لأن الرئيس غير موجود والجماعات التي حوله أصبح همها الأكبر هو النهب، هذا شيء. من الناحية الثانية زاد المعاناة، أصبحت رهيبة لدى الشعب، وليس هناك من يقنعهم بخطاب من أن انظر هذه القضية، نحن نعم هناك مشكلة لأن لا نبيع إلا البترول بعد حوالي 60 سنة من الاستقلال، وأنه ممكن أن نفعل كذا أو نفعل كذا كما حدث مثلا في 85-86. في 85-86 كان هناك خطاب وكان هناك نقاش وكان، ومع ذلك حدثت انتفاضة 5 أكتوبر 88. الذي يحدث اليوم هو أن هناك شعور لدى الجزائريين، شعور عارم بالغضب نتيجة لهذا الاستفزاز للعودة الخامسة، وشعور آخر بالإهانة نتيجة لما يرون كيف يراهم العالم، تمتلئ من حين لآخر تظهر على القنوات على المواقع على الجرائد كاريكاتيرات صور لبوتفليقة عالمية تظهر الجزائريين، والناس تتساءل أين تقع هذه البلاد وكيف تحكم بشخص في هذه الحالة.